الإطار برنامج المخصص من قبل القطاع لتزويد السوق الوطنية باللحوم البيضاء، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم سيتم تخصيص حوالي 47 ألف طن في الشهر من اللحوم البيضاء، إذ سيتم تفعيل شبكة التموين من خلال الأسواق الجوارية، حيث يعتزم فتح 150 نقطة بيع مخصصة لبيع اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك البيض، وتوفير كمية 430 مليون وحدة بيض شهريا لتغطية الاحتياجات الإجمالية، أي ما يعدل إنتاج سنوي يفوق 5 ملايير وحدة بيض.